مباراه الموسم الاهلي وبيراميدز يوم الجمعه. الماتش ده اللي هيكسبه بست نقط هيبعد، هياخد دفعه معنويه، ومباراه يعني ليها ظروف مختلفه لكل الفريقين. الدوافع موجوده، الاثنين عايزين يبقوا الابطال، الاثنين واضح جدا من نتائجهم وارقامهم ان هم اجمد فرقتين في الدوري. بيراميدز والاهلي اجمد فرقتين في الدوري، بيلعبوا بنظام لعب مختلف ومدرسه لعب مختلفه. اثنين مدربين، يوروتشيتش بصراحه انا معجب بيه ومعجب بتغييراته ومعجب بالروتيشن الهادي اللي ما تحسش بيه اللي بيعمله مع الفرقه، لكن خبراته اقل شويه من خبرات مارسيل كولر في الدوري المصري اللي بقى له فتره اطول مع اللاعبين. عايزين نشوف هشام الماتش انت قاريه ازاي؟ هل انت شايف ان بيراميدز هيدوسوا بنزين من الاول ويخشوا ضاغطين ولا الفرقتين بصراحه هيبقوا قلقانين كل واحد فيهم قلقان ان هو يتغلب؟ ومين محتاج المكسب اكتر؟ مين محتاج المكسب اكتر؟ عايز اعرف منك. بص تعال نمسك القصه بهدوء. الناس كلها بتعمل بريشر ان بيراميدز هياخد الدوري مش هياخد الدوري، الكلام ده كله. لما تيجي تبص للموقف في ميدو، هو الاهلي عنده مباراه لو كسبها شيء طبيعي ان هو اللي هيفرق ادو دار بنقطه، صح؟ فدايما الناس محمله بيراميدز هياخد الدوري ولا مش هياخد الدوري. هو بيراميدز ماشي قطر شغال يا ميدو ماشي. انا عجبني بصراحه بيراميدز تكسب الاتحاد السكندري، مش موضوع اربعه، اهلي وزمالك. شوف انا بكلمك في اهلي وزمالك، لو بيلعبوا الاتحاد السكندري جبت جول هتقول الحمد لله، جبت اتنين هتقول الحمد لله، لكن دول مينيمم مع احترامي الكامل للاتحاد وجمهور الاتحاد اللي على راسي. سكور من الاهلي والزمالك تمام. المفاجاه في ايه؟ ان هما الاربعه مش شبعانين، وده الجديد في بيراميدز. حق ربنا الماتش ده الحمد لله ان الاتحاد خرج اربعه. انا بكلمك انا اتفرجت على الماتش مينيمم 8 9 ده عادي ماتش، وده مش في ماتش واحد، فكل ماتش بصراحه. بس الفكره ان بيراميدز بقى عندها روح، لما تيجي تتفرج على التلت ساعه ولا بعد 51 دقيقه بتوع سموحه اللي لا شرسين، تتكلم على ماتش الاتحاد شرسين. انت متوقع الماتش الجاي؟ انت متوقع؟ ايوه انا عايز اقول لك هيخش يبقى بنفس الشراسه زي وهو بيلعب الاتحاد وهو بيلعب سموحه وبتاع طبعًا. ولا هيبقى الجيم بلان بتاع يوروتشيتش مختلف؟ انا شايف ان دلوقتي وضع بيراميدز الفني افضل من الاهلي. خلي بالك رتم المباريات اللي لعبها الاهلي مؤخرا في الدوري بيكسبها بخبراته وباسم النادي الاهلي، لكن ما لعبش ماتش ليفل قوي. انا طلاع الجيش كان بيلعب الاهلي في بدايه المباراه، طلع الجيش كان مصطفى شوبير انقذ الاهلي من جونين رسمي كان ممكن يقلبوا الدنيا. لكن انا بكلمك ان وضع بيراميدز دلوقتي تركيزه وشراسته جامدين، ولكن يعني انت رايك هيدوس بنزين من الاهلي؟ لا هيدوس، بس عنده نقطتين قبل الظهر. نقطه حراسه المرمى قد تكون فارقه للاهلي امام بيراميدز. اوكي دودار، انا شايف البيراميدز من مستوى اللعيبه حاليا مستواهم الفني افضل من لعيبه النادي الاهلي بكتير. عنده اللعيبه كلها في بيراميدز ماشيين بشكل كويس جدا، اللعيبه واصلين لمرحله من النضج الكروي من الخبره. شايف ان بيراميدز بالنسبه لي شايف ان هو لو طلع في الماتش لو ما كسبش ما يخسرش. بالنسبه لي بيراميدز صدقني ماشي بشكل كويس جدا جدا. هو مش عايز الاهلاويه يزعلوا مني، هو من اول الدوري هو مركز ماشي بشكل كويس جدا، يستحق الدوري. بيراميدز يستحق الدوري السنه دي، لازم الماتش اللي جاي اللعيبه اللي في بيراميدز بالنسبه لهم ده ماتش يعملوا مجهود مضاعف، لان بيلعبوا النادي الاهلي عندهم امكانيات زي وسام زي امام من اللعيبه اللي تقدر تصنع الفارق في اي وقت مع مستوى عمرو السوليه. شايف ان انا جايب لك حاجه مهمه جدا، مفتاح فوز بيراميدز هو الشيبي. وانا جايب احصائيه انت مفاجاه بالنسبه لك ما بين الشيبي وما بين محمد هاني. هو مفتاح فوز بيراميدز هو الشيبي، لعيب من اللعيبه الجامده جدا. انا قلت الحلقه اللي فاتت هو احسن لاعب في الدوري المصري. الشيبي مع مصطفى فتحي الجبهه اليمين في نادي بيراميدز جبهه قويه جدا، ومكسب بيراميدز هيكون من الجبهه دي. كمان وليد الكارتي ماشي بشكل كويس جدا. المهاجم بيراميدز ماشي بشكل كويس جدا وهو هداف الدوري وفخري ماشي بشكل كويس. شايف ان بس المشكله النادي الاهلي بيعرف يكسب الماتشات دي، عشان كده بقول ان انا مع ان بيراميدز ما ينزلش بالشراسه الهجوميه، لا لازم بيراميدز يكون عنده تحفظ ويشتغل على مصطفى فتحي وعلى فخري من ورا الاثنين الباك رايت والباك ليفت
اللي موجودين في النادي الاهلي، لو جيت شفت على الاحصائيات ده مفتاح فوز، ده احسن لاعب بالنسبه لي في الدوري المصري السنه دي. الشيبي. انا عايزك لعيب جامد جدا جدا من بعد موضوع حسين الشحات يا كابتن، وصل لمرحله من النضج وعنده غل في الملعب. قال موضوع حسين الشحات اداله طاقه، ما هي دي الشخصيه. أيوة. اللي كنا بنتكلم فيها في اول الحلقه. صح، ما كسرش زي ما كان يكسروه. طبعا بالظبط، كان في ناس عايز تكسره وهو كان قوي. برافو عليك. وبيراميدز كان قوي بصراحه، بحيي اداره بيراميدز لدعمها الكبير للشيبي. انا عايزك بقى تبص على احصائياته. الراجل مع محمد هاني، بص يا كابتن صناعه الفرص الخطيره كام؟ 63 فرصه في 23 ماتش، وده رقم كويس جدا جدا. صنع 8، خد بالك هو اعلى لاعب عمل اسيست هو. فبالتالي مهم جدا 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 جدا. هل تتوقع هشام ان 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 الشيبي يبدا المباراه ولا ممكن المدرب يخاف عليه؟ لا ليه؟ ده مفتاح، ده هو ده مفتاح اصلا. انا معاك. ودي لازم لازم لازم. الناس كلها بتتكلم على ماتش الاهلي وبيراميدز، تمام، بس انا اتمنى من الشيبي واتمنى من حسين الشحات ان ينزلوا المباراه دي يا ميدو بعقليه كبيره. بعد كده يعني الناس سرحانه مع فكره الاهلي وبيراميدز بس، لكن هو في ماتش تاني ما بين حسين انا مش بقول ماتش ان يحصل بينهم حاجه، انا قصدي ان الشيبي خلاص يركز في ملعب وحسين الشحات يركز في ملعب، وننسى ان هي قصه حصلت خلاص. يعني انت بتتكلم في كوره. لكن انا الشيبي انا متفق دي مهمه جدا ان احنا نشاور عليه، لكن انا متفق معاك ان الشيبي حتى دلوقتي يا ميدو بعد رحيل عبد الله السعيد هو بقى منفذ الضربات الركنيه، راجل بيعمل كروسات كويسه جدا. حاجه تانية ان دلوقتي فيستون مايلي وفخري لاكاي في مرحله من الفوقان بشكل كبير جدا، ومع عرضيات الشيبي بتقابلها ايه مشكله النادي الاهلي الازليه، وهي الكور العرضيه التمركز الثابته ولا المتحركه؟ المتحركه عامه. الاهلي عنده دايما مشكله في دي، فانت عندك واحد بيلعبها بشكل كويس وعندك فيستون مايلي ده خلاص استوى. طيب.